أخذ منه شيئا بيده الشريفة ولطخ وجهه ولطخ وجهه ولطخ وجهه وقال هكذا هكذا ألقى جبريل رسول الله وأقول أجلني أقول بكر وعمر لعن الله أبا بكر لعن الله عمر لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله لبيك يا ابن رسول الله.